احنا شباب مغربي كنبغيو هاد البلاد وكنناشدو التغيير والكرامه. ميزين نخص الطاس نتم سرايين قلب الدرند في مارت النخ نصر ونتغي ميدي محقعنا نعزو ونيق نفوس نصدر جيب النخ على توخ الطاس نعزو عنفو حمانيني شفايا نغزيها شفارت شفايا نغزي الفاسد نرى دستور الديمقراطي نيريا نحاكم يمغور متمازيرت نيني كان غراس ميدنزن باش تكون الخيرات متمازيرت نيري يت الحكومة اللي هي تخدم البرلمان اللي هي تمثال إشاعة إلغاء مظاهرات 20 فبراير بالسلمية إشاعات باطلة وإحنا كشباب 20 فبراير مصرين نخرجوا وغادي نخرجوا. احتجاجات أصلا كانت ديما كاينة في المغرب والثورة في تونس ولا في مصر جات وعطات الأمال للشباب المغربي والشعب المغربي كامل. اللي خاص كل شيء يعرفوا يفهموا احنا ما مرنا حتى شي تنظيم سياسي، احنا شباب مرنا هموم الشعب المغربي ومسؤولية التغيير. ما بقيناش كنخافوا من الزواط والاعتقادات السياسية ما كتخلعناش، بالعكس كتعطينا قوة إصرار ومصداقية.